ابوس ايدك، ما تسيبنيش ابوس ايدك. ما تهونيش يا رحاب، بس انت كمان لازم تمشي. ليه؟ ليه بتقول كده؟ يعني انت مش عارفه؟ فرح انا جاهز. جاهز ايه؟ لا رحيم ما تسيبوش يمشي يا رحيم عشان خاطر ايه؟ الحقوني يا ولاد، الحاج بدر ما بيردش عليا. برضه ما ردش. رحيم عمره ما عمل معايا كده. يمكن مشغول ولا حاجه، بعد شويه هيرد عليكي. برضه لما يكون مشغول بيرد عليا، في حاجه انا مش مطمنه لها. طب يمكن يمكن ايه يا ماما؟ يمكن لما فكر مش قادر يسامحك. يمكن، بس مش رحيم. رحيم لما بيقول حاجه بيكون قصدها، في حاجه تانية. ما تنسيش ان اللي ماتت دي تبقى اخته، وانا خايفه عليك يا داليا. رحيم في يوم من الايام ممكن ما يقدرش فعلا يسامحك. تفتكري؟ انا من رايي بقى ما تكلميهوش خالص، واستني لما هو يرجع يكلمك تاني، ساعتها هتعرفي اذا كان باقي عليكي ولا لا. الحمد لله جدك احسن بكتير. هي فرح مشيت على طول ليه؟ ما بقتش تطيق تقعد في مكان فيه رحيم. رحيم رحيم رحيم، كل المشاكل اللي احنا فيها بسبب رحيم. انت بتحبي سيد صح؟ بتحبيه؟ عارفه ايه المشكله اللي ما بينك وما بينه؟ رحيم. المشكله اللي ما بيني وما بين اني اخد طرف ابويا وامي رحيم، والمشكله اللي ما بيني وما بين البنت اللي بحبها رحيم. رحيم ملوش ذنب في كل ده. امال مين اللي اعتدى على ريم؟ ها ردي. احنا مش عارفين يا زياد. لو دفعتي عنه تاني هتقلي في نظري انت كمان، فاهمه؟ انا اقل في نظرك؟ انا يا زياد؟ سامحيني، أنا مش مظبوط خالص اليومين دول. أنا عمري ما زعل منك أبدا. أنت ما تعرفش أنت إيه بالنسبة لي. رحاب أنا حاسس إن أنا بتغير. حاسس إن أنا هبقى بني آدم تاني. أنا بقيت أكره كل الناس اللي قريبين مني. أنا لازم أمشي. لازم أبعد عن هنا. أنا هسافر يا رحاب، هسافر قبل ما ببقى بني آدم تاني أنتي ما تحبيش تشوفيه. أيوة يا رحيم، أنا عاوز أشوفك حالا دلوقتي. طب أفهم يا حاج اللي حصل. طيب ايوه بس انا مش فاضي. خلاص جاي جاي، مع السلامه. في ايه؟ شكلها كده مصيبه جديده. رحيم، هو انت هتقف قدام ابوك؟ حتى انت يا هشام، ده انا قلت انت الوحيد اللي هتفهمني. افهم ايه؟ افهم انك عايز تسامح واحده كانت سبب في موت اختنا؟ حط نفسك مكانها. كنت عايزها تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ وانا مالي احط نفسي ليه مكانها؟ أنا كل اللي خصني في الموضوع ده إن دي كانت السبب في موت أختنا. أيوه بس ما كانتش عارفة إن كل ده هيحصل. رحيم، هو أنت كنت ناوي تتجوزها؟ إيه كنت دي؟ طب يا رحيم، أنا هقول لك كلمتين من أخوك، اسمعهم وفكر فيهم. انسى حبك لداليا، انسى داليا نفسها. لو اللي عمل كده واحدة غريبة، ده كان هيبقى تصرفك؟ أيوه بس هي ملهاش ذنب. طب سيبك من دي، يعني انت عايز تجيبها بيتنا ونبقى احنا قاعدين مع مرات اخونا اللي كانت سبب في موت اختنا، موت اختنا حتى لو ملهاش ذنب. تفتكر ازاي هنتعامل مع بعض؟ اديك سكت، يعني ابوك كان عنده حق.
تفكر في الكلام يا رحيم. البوليس عارف ازاي مكان البضاعة؟ ما هو ده السؤال اللي أنا جاي أسأله لك يا رحيم. أنا؟ أنت قصدك إيه حاجة بالظبط؟ أصل مش معقول يعني أنا أو رجالتي هنسلم البضاعة للحكومة. وأكيد مش أنا. أنت عارفة رحيم السوفي كويس. ما أنا عشان عارفاك كويس جاي أسألك. مش عايزة أعمل أي تصرف إلا ما أتأكد منك. أكيد حد من رجالتك هو اللي عملها. لا يا حاجة، البضاعة أول ما بتوصل المخازن رجالتي مالهمش دعوة بيها. يعني إيه؟ يعني شغلي وعملته. التأمين بقى مش بتاعي. الغلط من عند رجالتك اللي كان أولى بيهم يراقبوا المخازن بدل ما يراقبوني. ماشي يا رحيم. بس أنا لو عرفت إنك أنت ليك يد في الموضوع ده تأكد إني مش هسكت. لو سكتي هتقلي في نظري. أنت عندي حاجة كبيرة أوي. طيب يا ريم، طالما هتذاكري انا موافق ان انت تباتي عند صاحبتك. اخرجي يا حبيبتي وتفسحي، اتبسطي. انا عايزك تبقي كويسه ريم، خلي بالك من نفسك، انا بحبك. طب يا حبيبتي مع السلامه. مش هينفع كده يا استاذ. اوعى. حضرتك رايح فين؟ وسع من وشك. سيبونا. انت ايه اللي جابك؟ اطلع بره، اطلع بره. عيب يا حلمي، احنا اللي بينا مش قليل، خلينا نقعد ونتكلم. وانا مش عايز اسمع منك اي حاجه. لا هتسمع بحق العيش والملح والعشره اللي بينا. لازم تسمع العشره. العشره اللي انت صنتها كويس. حقك الوحيد عندي يا رحيم انك تطلع بره. بره احمي. لو ما قدرناش نفضل اصحاب يا ريت ما نبقاش اعداء. لا يا رحيم، احنا لا هنبقى اصحاب ولا اعداء. عارف ليه؟ لاني مش هسيبك عايش. المره الجايه لو شفتك هقتلك يا رحيم، وحياة بنتي لقتلك يا رحيم. انت برا برا. خسارة يا صاحبي، خسارة. برا. ازيك يا حاج؟ طمني، عامل ايه النهارده؟ أنا كويس، متشغلش بالك بيا. أنا بس عاوز أروح مشوار مهم النهارده. تروح فين يا حاج؟ أنت لسه تعبان. أنا قلت النهارده يبقى النهارده. عاوز أروح المخزن بتاع الطريق الصحراوي. بس قبل ما أروح لازم يبقى هناك حامد أبو داليا. أبو داليا؟ ليه؟ لما تقابلني بيه هناك هتشوف. حاضر حاج. عسى اخت رحيم، انا كنت السبب في موتها. انا مش مصدقه سمر تعمل حاجه زي كده. وهي تعمل كده ليه؟ هتستفيد ايه؟ يمكن علشان داليا. داليا ايه؟ كملي قولي اي حاجه تساعدنا نفهم اللي بيحصل ده.
أنا قصدي يعني عشان داليا، يمكن سمر شايفة كده إن حياة داليا هتبقى أحسن لما تبعد عنها. ولو إنه كلام مش منطقي، بس حتى لو هي مقتنعة بيه مستحيل تعمله، لأن الكلام ده يضر سمعتها. لا لا، الست دي فيه أكيد حد دفع لها عشان تتجسس على داليا. أنت من إمتى وأنت بتعملي عندها جلسات؟ معرفش، بس أنا لازم أسمع منها. طب أنت فاكرة إنها هتعترف لك كده على طول؟ مش مهم، معرفش، بس أنا لازم أروح لها. أنا هقوم أغير هدومي. أنا هاجي معاكي. خليك أنت، أنا هروح معاها.